بالله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ربنا اشرح صدورنا للإيمان بك، وعمره بحبك، وعمر صدورنا بحبك، وثبت شاهدنا أمام ملكك، اجعلنا من خير من فقها كيف يعبدك وكيف يشكرك ويستفيقك. اللهم لا تجعلنا من الخائفين لا دنيا ولا آخرة. آمين يا رب العالمين. أما بعد، سأركز إن شاء الله تعالى في الآيات الأولى، يمكن أربع أو خمس آيات الأولى من سورة الطلاق، على اللا حدود في الأمل في الله. ونعلم كذلك والآيات روح الله إلا القوم الكافرين. إذن سنركز على الأمل المطلق. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي ولواللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي وأولاتي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويغفر له أجرا. صدق الله العظيم. يا أيها النبي، إذا بدأت هذه السورة سمى الطلاق أو النساء الثانية، سورة النساء الثانية. يا أيها النبي، من هذا المقصود هنا؟ النبي ومن وراءه من هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا قولا وعملا. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء، وهذه مصيبة، الطلاق مصيبة، ولكن مش في المستوى اللي جعلته الكنيسة الضالة، كون الطلاق ممنوع تماما، من هو مصيبة أكبر منه؟ يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء ورأيت اختلاقات الكنيسة تتراجع وبدا عورها يظهر، أنا الناس خارج حتى ولات انتزعت منها بعض الأشياء كانت خاصة بها، هي الناس اللي تصد قوانين حتى تجعل الطلاق ميسور كما يسره الإسلام. لكن احنا الإسلام يسره بطرق ربانية لا بطرق بشرية، التي دائما طرق دائما هي ضعيفة ولا تأخذ الأشياء بكل وجوهها ومجهودها. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لأن الطلاق هو حادث في الدرجة، لأن هو مأمور بالرعاية ومأمور بالعراسة، وكذلك منه ما لا يبدأ في الطلاق إلا في أمور شاذة، لأنه هو عنده ربي سبحانه وتعالى درجة أعلى من درجة المرأة عموما. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أو من لمس المرأة لعدتهن، يعني لابد أن تحترم أوامر الله، كونه ثلاثة أشهر. شوف هل هناك نزول دم، وهل هناك علاقة ثابتة أو شبه ثابتة، لأن الدم هذا كان عن جرح في الرحم، جرح الرحم اللي هو شهريا يقع للمرأة،
يعني باش نعرفوا أهلية حية. عموما الإسلام مش باش يجعل الأشياء بغبية، بل يجعلها واضحة يمكن تمييزها ويمكن التفريق بينها وبين ما يشبهها. يا أيها النبي والطب خاصة المختصين في الحمل والوضع هم أعلم منا في هذه الدقائق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني أموركم جد الإحصاء كما ربي يحصي كل شيء، عددا أنتم تحصيوا العدد تاع الأيام والأشهر التي منا فرضها الله، وأحصوا العدة ماذا ما تسمى. واتقوا الله لأن مثلا أنا جد ثم اتقوا تول جد طلق جد حتى ولو على مستوى الكلمة كان يبقى مش دعب الإسلام كلمة توصل تخرج من فمه لها انعكاسات وليالك ناوي الزفاف ما تلعب وصدقها ناس وصدقها رسالهم وتحطوهم قدامهم عسل وسمن وتفتح لهم يرجمنا مثلا يعني طريق هذا كلها ناس الإسلام. احنا كنت خلنا على الزفاف خلنا عامة لم بما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن احنا مش نتصار ومش نتعارف ومش نبني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فناكحوا تناسلوا فإني مكاذب بكم ومجالب بكم الأمم يوم القيامة. يا مش هنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا خنتهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتى بفاحشه اي بزنا مبينه يعني ترني حتى تعقل. وعنا كذلك الطهاره الاخرى ويكونوا مش يجيو كل الناس عنده احنا عندنا في الفرقه نكون من اهل العدل في شهادات المقيمه وكبتوا المسألة كما ربي أمرنا الرجل يكون عنده أربعة شهادة على جريمة الزنا مش يقصد اللي هو على حق وهي على باطل، والخامسة إن كان كاذبا لن يموه بغضب من الله والعياذ بالله. وتلك حدود الله ويتعدوا حدود الله في كل الأمور، تعدوا بالله كيف تهم نفسك من الكرب والعجب هم يتعلمون حدود الله باسم حقوق الانسان، يعني الغى فكره اله ولم يعترفوا به واحدا قديرا مشرعا وهذا بشر وفيما يكون رقيبا وحسيبا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يعني ما تنجمش تعرف انت لو في البنك مع المراه هذيك ابقى بحدود الله لعل رب سبحانه وتعالى يبقى بحدودك واحيانا اكثر وتسمعها على ما فات وتسترها من كل شيء تقسم لحالك تسترها ويستر يستر ربي يوم القيامه. احنا ما عندناش قضاء في الاسلام نتميز من المنطق ونصبر بالقدر اللي نستطيع حتى الله يجعل مصر باخر وتخرج من هذيك من المحنه اللي كانت فيها محنه الخيانه وتعدي على حدود الله. واحنا احنا في الاسلام سمح كريم قولا وعملا، مش سمح كريم تاع التبذه التمسيح سمح كريم يا حنا بعض الانيه يعني سمح كريم ويريد الكرم والتقوى هناك من فوق الناس تفضحوا فيهم وقت يا ربي ما لا يحب الستر حتى انا عصيته فستتي يعني مش حاجه شبوة على المعصيه، لكن بني ادم عرض اليها يحب ولا يكره هم الانبياء عليهم السلام يتعرضوا للي حل ما تجيش على بالها. هم سيدنا يوسف عليه السلام حين استقام ولم يجعل حكم الله جعل ذيك الزنيخه زولة له شرعا فيما بعد او المخرج من المخارج، لكن ان التزمت بالحلال الذي شرعه الله فإذا بلغنا ولهذا أول أخر الآية الأولى وراءه الأمل. لا ما يسموش يكون صغير ومختصر، لا أمل مطلق. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بعد الله.
العدة وأشهد أن هو العدل منكم وأقيم شهادة الله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى أنت ما جاتك مؤمن لله وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر أنت من المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني أنت ما دمت بنطاق التقوى فربي وعدك أن يكون لك مخرج ليس مهينا لك وليس متعب لك بل هو من العز المكان الذي يجعل لنا منطق صبر على الظنك واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبن أي ويرزقكم من حيث آية ثلاثة ويرزقكم من حيث لا يحتسب وهكذا مدعاة إلى التفاؤل يعني دائما يتوسل في قدر الله خيرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ربي يوصلك ما دامك انت وكلت يوصلك الى المخرج ويوصلك الى الفرحه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره على قدر ربي ودائما في ذلك انت يا موسي يا مؤمن يا صابر قد جعل الله لكل شيء قدر حتى في المعنى ليس المجد فيها والمرأة اللي كانت بالتالي فيها يعني وسط سامش كانت في محرم وكانت في عز وكانت في ستر وكانت في تلقي إيمانا من طرف زوجها بالتقى وصبر وبلاغته وحكمته مش سامش مش تخفنا في النعمة هذه. وقد جعل الله لكل شيء قدر أنت يا امرأة وأنت يا راجل حتى المحنة لك لا حد ثم يأتي لها الزمان ويرجع في مكانها ما هو سلام لكم واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم هذا وقت السن الياس ان ارتبتم عدتهن ثلاثه اشهر واللاتي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في نظام اسلامي. هذا من الاشياء اللي النظام اليوم يعرف قبل ويعرف كلمته ويعرف حكمته الا اهل الاختصاص كما قلنا المعتنين بالحمل او عدم الحمل ومعتنين بسن الياس ومعتنين بالوضع. فعدتهن ثلاثه اشهر واللاتي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا. المؤمن يكرر لأنه هي الحقيقة. المؤمن يستحيل بس يقدمها إليه لا ولو تفكير اليأس لا أعلى محرم علينا لأن بنيتنا بنية ما لا متكلة على الإيمان والثقة في الرحمن أن يضعنا حملهم وقناب الحلم القدسي ولا رب يقول فيه فيما نام عند ظن عبده كان أحسن الغنى بالله سبحانه وتعالى كان له حسن أحسنات ومن كان وقيحا ومن كان متشرعا الله سيسيء الظن بالله فتكون له الويلات ويلات التي ربما لا حد لها عبر الزمن الدنيوي والاخروي. اجلهن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا. امش نختلف في الايه الخامسه ذلك امر الله انزله اليكم في قام الثورات. شوف نسبه من الوحي شوف نسبه من الوحي يحمل إلينا الأمل ويحمل إلينا الحكمة ويحمل إلينا يدعمنا في صبر وعلى مجر وحسن تدبير في أمورنا وإن كانت الأمور فيها شيء من الثقل وفيها شيء من الطريق لكن يبقى الأمل في الله حاضرا سيدا مطلقا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته مرة أخرى مش يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسبها لا حتى لا يقل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دخلت الكمبيوتر ده دخلت يكفر عنه سيئاته بسلام بعد الديانة هذه ثم الديانة ويرينا أديان أخرى فيها تحمل الأمل إلى العلا فيه لما راه لك الدنيا الحين والسلام على من تبع الهدى.